خلف هذا الجدار طالب الأمين العام لحزب الله الجنود الإسرائيليين على الحدود مع لبنان بالوقوف على قدم ونصف، لكن إلى متى؟ انتهى الزمن التي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في مكان في لبنان ويبقى الكيان الغاصب لفلسطين آمناً في أي منطقة من مناطق الكيان. هكذا كان رد حسن نصر الله المزلزل الذي هلل له إعلام الحزب اللبناني بعد انفجار هز معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم أخرى. الحزب الذي أقر بأن الطائرتين تمثلان هجوماً إسرائيلياً لطالما توعد بأنه تعرض لمثله في لبنان فإنه لن يصمت، كما فعل في كل مرة تعرض فيها لهجمات إسرائيلية داخل الأراضي السورية. أي اعتداء على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف على لبنان سنرد عليه حتما. واليوم وصل الضرب إلى العمق، لكن أيضا اقتصر الرد على فقاعات إعلامية يبرع نصر الله عادة في إطلاقها، هو ومن يسمي نفسه محور الممانعة والمقاومة لتغطية أجندات إيران الطائفية ضد المدنيين في العراق وسوريا واليمن. عربدة إسرائيلية حملت معها رسائل كثيرة بلغت مسامع الحزب وزعيمه نصر الله، الذي بدا في حديثه مرتبكا لا يملك إجابات واضحة بشأن ما أثير من أسئلة حول الواقع. المرحلة الجديدة التي تحدث عنها نصر الله في الرد على إسرائيل تاهت بوصلتها بين كلماته عندما قال إن إسرائيل إذ قتلت أيا من إخوته في سوريا فسيكون الرد في لبنان وليس في مزارع شبعة لتتعدد أماكن تلقي الضربات، ويبقى السؤال متى وأين الرد؟ وبانتظار ذاك الرد يبدو أن ما بات محتما عند أصحاب الوعد الحق كما يحلو للحزب التغني دوما أن لا وعد سينفذ، وأن الكلمات والشعارات يحسبها المتعطشون لمواجهة الدولة العبرية ماء، حتى إذا ما جاءت لحظة الحقيقة وجدوه سرابا من الدعاية الإعلامية الفارغة.